مشاهدي الكرام، دائما مع بلازواق تي في. معنا مره اخرى الاستاذ مصطفى، هو رئيس جمعيه تفيلات للصيد الرياضي، اللي كيتواجد معنا بسد قدوسه بعد عمليه الاستزراع اللي قمنا بها بسد حسن الداخل. اليوم تقوم بعمليه الاستزراع في سد جديد، سد قدوسه. يمكن استاذ مصطفى تعودنا على هذه العمليه من جديد. وخيت اليوم ولله الحمد في هذا اليوم المبارك المشهود يتم استزراع سمك الفرخ الأسود المسمى بالبلاك باس، الذي يعرف عشق لدى هواة الصيد الترفيهي، وفي إطار المخططات التي تقوم بها الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي وبالتنسيق مع جمعية تافيلالت للصيد الرياضي وحماية البيئة بالراشدية المنضوية تحت لواء هذه الجامعة، يتم اليوم ولله الحمد استزراع 100 ألف من أفراخ هذا النوع من السمك. وتأتي هذه العملية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي يهدف إلى تشجيع السياحة المستدامة والسياحة التنموية، وكذلك الهدف ديالو وخلق فضاء آخر لممارسي هذه الهواية الرائعة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الخارجي، وتشجيع السياحة، خاصة أن المنطقة منطقة قدوس نواحي بوذيب تزخر بمؤهلات طبيعية رائعة وجذابة لجلب السياح، وكما أن هذا الفضاء غادي يكون متنفس آخر بعد سد الحسن الداخل لهواة الصيد بالقصبة، وغادي يخلي عشاق من أنحاء المغرب ولا من أنحاء دول أخرى ولا من الجهة باش يتوافدوا على هذا الفضاء الرائع. وهذا غادي يكون إن شاء الله كما قلنا واحد المتنفس آخر. وبهذه المناسبة كنشكر جميع المتدخلين اللي ساهموا في هذه العملية، المركز الوطني لإحياء الماء وتربية الأسماك بأزرو، المسؤولين على قطاع الصيد بقطاع المياه والغابات، وكذا المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمكناس، وكذلك المديرية الإقليمية للمياه والغابات بالراشدية وكذا بمدلت. كما لا يفوتني الشكر وأشد بحرارة على جميع هواة وممارسي الصيد بالمنطقة، وعلى جنود الخفاء، جنود جمعية تافيلات للصيد الرياضي وحماية البيئة، خاصة لجنة المراقبة التي نكون لها واحد الاحترام كبير، التي تساهم في خلق توازن البيئي والحفاظ على التوازن الإحيائي للثروة السمكية. ومن هذا المنطلق كنشد بأيدي من حديد، وكنشكروا كذلك بهذه المناسبة الحراس الفيدراليين المتطوعين. مشاهدي قناة بلازواق تي في، بعد ما شفنا عملية الاستزراع في سد الحسن الداخل بإقليم الراشدية جهة درعة تافيلالت، اليوم كنتواجدوا هذا المساء بسد قدوسة تابع لجماعة واد النعام بشوية بودنيب، دائما إقليم الراشدية جهة درعة تافيلالت. معنا مسؤول في قطاع ديال المياه والغابات اللي يعطينا توضيح على هذا القضية ديال الزراع ديال فرخ السمك الأسود، ولأول مرة بهذا السد الجديد سد قدوسة. السلام عليكم. اليوم قمنا باستزراع 100 ألف وحدة من صغار سمك الفرخ الأسود المدعو البلاك باس في حقينة السد المائي قدوسة، وهذا في إطار الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والغابات للمحافظة على التنوع البيولوجي للأحياء المائية بالمياه القارية، وكذلك تشجيع الصيد الرياضي بالمنطقة. العملية تمت تحت إشراف المديرية الجهوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بمكناس، بتنسيق مع المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالراشدية، بالإضافة إلى مساهمة المركز الوطني للأحياء المائية بأزرو، بالإضافة إلى جمعية المجتمع المدني المتمثلة في جمعية تافيلالت للصيد الرياضي والمحافظة على البيئة. شكرا لك، تحية لك من هذا المنبر. شكرا.